فانا مستقبلي هيضيع. لكن جمهور النادي الاهلي خط احمر زي ما جمهور نادي الزمالك على راسي، لكن جمهور النادي الاهلي ده اهلي وناسي. جميل. فانا كتبت بوست قلت يا شيكا، بما معناه جمهور نادي الزمالك جمهور محترم وفي رموز زي حازم امام وحسن شحاته وناس انا يعني بعتز ان انا بسلم عليهم مش بس ان هم اصحابي، فما تضحكش عليهم وتزايد عليهم وانت كنت بتفاوض النادي الاهلي او بتطلب مني ان انا اكلم لك النادي الاهلي من كام سنه، وبدليل ان انا ما استغلتش الموضوع ده السنين دي كلها. المهم البوست اللي نزل هو زعل جدا وحقه ان يزعل، وانا غلطت برضو لان احنا كان بيننا عيش وملح، فالمفروض ان انا كنت اكلمه واتكلم معاه في التليفون مثلا. يعني يمكن انا عصبيتي زي ما هو اتعصب على الجمهور في الملعب، يمكن انا اتعصبت وقمت كاتب البوست. طبعا كلمني مصطفى سيف العماري، اديني قلت لك هشام العمري شاهد على اول وقعه، وكل تليفونات شيكابالا كان هشام بيبقى على جنبي. هشام العمري، دكتور هشام العمري، مصطفى سيف العماري الراجل الزملكاوي المحترم عضو مجلس الاداره السابق صاحبنا واخونا وصاحب شيكابالا جدا، كلمني في التليفون قال لي ما يصحش يا فهمي انتوا عيش وملح. قلت له طب هو غلط في جمهور الاهلي وانت عارف جمهور الاهلي بالنسبه لي. قال لي طيب انت كنت تكلمه في التليفون. قلت له معاك حق وبتاع، شلت البوست وبعت له مع ناس اصحابه مش فاكر الاسامي الصراحه، كان كريم السبكي حتى هو اللي متدخل ما بيننا، بعت له مع كل الناس ان انا اعتذرت وارجع حضرتك دي حاجه دوكيومنتد في قناه النادي الاهلي مع هاني رمزي وسهام، انا اعتذرت لشيكابالا على الهوا قدام الناس ان انا ما كانش صح اكتب البوست حتى لو البوست صحيح. كويس دي كانت تمام. ارجع واعرض الحاجات دي يا استاذ عمرو.